حدثونا عن الإمام ابن حجر العسقلاني وعن أبرز كتبه في التفسير. ابن حجر، الإمام ابن حجر العسقلاني إمام جليل، لا سيما في علم الحديث، وهو شافعي المذهب، شافعي المذهب. ومن أبرز كتبه الكتاب العظيم الذي جمع فيه أقوال العلماء وفي شرح الحديث وفي الفقه، وهو كتاب فتح الباري، شرح صحيح البخاري. نعم.